يعطيكم العافية. اليوم بدنا نكمل على الطريقة الثانية اللي هي حكينا اسمها average cost، عشان نقدر نحسب ال cost of goods sold أو ال cost of ending inventory. المرة الماضية إيش أخذنا؟ أخذنا اللي هي FIFO first in first out، وحكينا كيف نحسبها. منبلش نحسب إنه البضاعة اللي انباعت القديمة والبضاعة الجديدة اللي اشتريناها آخر إشي هي اللي ضلت عندي. هلأ الأفرج كوست تختلف شوي، من اسمها أفرج بنحسب متوسط تكلفة، يعني رح نجمع التوتل ونقسمه على العدد. الوسط أو المتوسط اللي بطلع معنا هو اللي بنعتبره تكلفة اليونت. فاللي رح نعمله هذا قانون كيف نحسب الأفرج يونت كوست، أو مرات نسميها ويتد أفرج يونت كوست. رح ناخد الكوست of goods available for sale، تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، قسمة التوتال يونتس available for sale، قسمة كل اليونتس المتاحة للبيع. أوكي؟ فإذا الكوست of goods available for sale على التوتال يونتس available for sale، الرقم اللي بيطلع عنا هو الوسط أو متوسط التكلفة. فبصير أضربه باللي بعناه بيطلع الكوست of goods sold، أو بضربه في بضاعة آخر المدة بيطلع تكلفة بضاعة آخر المدة. هلأ على المثال اللي كنا نحل عليه المرة الماضية اللي هو هاد، نفس المثال كان عندنا مشتريات وعندنا البيجينينج، وإذا بنتذكر لما طلعنا التوتال كوست وجمعناهم طلع معنا الـ 12,000 اللي هو توتال كوست أو كوست of goods available for sale، لأنها البيجينينج inventory plus البيرتشيسز بطلع عندنا الأفيلابل، وهي الأفيلابل يونتس فور سيل اللي هي كيونتس كوحدات، البيجينينج بلس المشتريات. فمناخد 12,000 على 100 رح يطلع معنا متوسط التكلفة 120، هي 12,000 على 100 120. بفترض انه كل اليونتس كلفوني 120. طيب لو حكالي احسب لي الكوست of goods sold واحنا قدي بايعين، على نفس مثالنا احنا بايعين 55 يونت، خلينا بس عنا خلينا أحطها هنا ولأنه حاسبها بالكأندينج. إحنا بايعين 55 يونتس صح؟ بنيجي بنحكي 55 يونت ضرب 120، هذا اللي إحنا بايعينه ضرب متوسط التكلفة، رح يطلع عنا 6600. هذا إيش؟ الكوست of goods sold. أو ممكن نحلها زي هون اللي هي على الأندينج، قدي بضاعة آخر المدة 45 يونت الأندينج إنفنتوري ضرب 120، 5400 الكوست of ending inventory، تكلفة بضاعة آخر المدة 5400. هاي إذا سألنا عن تكلفة بضاعة آخر المدة. ممكن أكمل أطلع الكوست of goods sold، باجي باخد الavailable for sale ناقص الending inventory بطلع الكوست of goods sold، نفس هاي بتطلع 6600، لانه احنا اذا بنتذكر قانون الكوست اوف جود سولد البيجينينج انفنتوري بلس البيرتشيسز بيعطيني افيلبل فور سيل، افيلبل فور سيل ناقص الاندينج ايش بيعطيني؟ الكوست اوف جود سولد. فهون حاسبينها على هذا القانون، هاي الافرج كوست. فاذا زي ما حكينا عندنا ثلاث طرق، سبيسيفيك ايدنتيفيكيشن حكينا مو مستخدمه الا بالمحلات الكتير صغير ما بنسالكم عنها كتير، الفايفو والافرج كوست كوست نسألكم عنهم أكتر لأنهم مستخدمين أكتر. هلأ ليش أنا ممكن أستخدم الفايفو أو ليش ممكن أستخدم الأفرج كوست؟ خلينا نشوف مقارنة بين الطريقتين على نفس المثال اللي حلنا، حتى نشوف ليش الشركات ممكن تستخدم هاي الطريقة وهاي الطريقة. هلأ عنا قائمة، طبعا في أرقام يعني معطية كمثال يعني مش إحنا حاسبينها، معطينا إنه السيلز ريفينيو 11500 على الطريقتين. أوكي، البيجينينج انفنتوري حسب الجدول اللي كان معنا قبل شوي 1000 1000، البيرتشيسز مجموعهم كله كان 11000 11000، طلع معنا الكوست اوف جودز افيلبل فور سيل 12000 12000، هذا من الجدول. هلا ناقص الاندينج انفنتوري، الاندينج انفنتوري بالفايفو اذا بنتذكر بالمحاضره الماضيه طلعت معنا 5800، بالافرج كوست هلا حسبناها طلعت 5400. ايش يعني هذا الحكي؟ يعني الفايفو بتعطيك تكلفة بضاعة آخر مدة أعلى من الأفرج كوست. هاي بتعطيني كوست of ending inventory أعلى من إيش؟ من الأفرج كوست. هلأ طرحنا الاندينج طلع معنا الكوست of goods sold،
هلا على المحاضرة الماضية الكوست اوف جود سول طلعت 6200 حسب الفايفو، الافرج كوست هلا حسبناها 6600. هلا كونه الاندنج انفنتوري عالي فاكيد الكوست اوف جود سول رح تطلع اقل لانه رح اطرح رقم اكبر. هلا هون الاندنج انفنتوري اقل من هون، فلما اجي اطرح 12000 ناقص 5400 رح يطلع معي كوست اوف جود سول اعلى من الفايفو. فاذا الافرج كوست بتعطينا كوست اوف جود سول اعلى من الفايفو، الفايفو اندنج انفنتوري اعلى، الافرج كوست كوست اوف جود سول اعلى. هلا ايش طلع معنا؟ طلع معنا الجروس بروفيت. الجروس بروفيت كيف حسبناه؟ اللي هي السيلز ريفينيو 11500 ناقص الكوست اوف جود سول 6200 جروس بروفيت 5300 اللي هي هاي ناقص هاي. هنا ال 11500 ناقص 6600 للجروس بروفيت 4900. ننتبه مين اعطاني جروس بروفيت اعلى؟ الفايفو. ليش؟ لان الكوست اوف جود سولد بتكون اقل دائما، اذا تكلفتي اقل او مصاريفي اقل ربحي بده يطلع اعلى، فاذا الفايفو بتعطينا ربح اعلى. فمرات في شركات بهمها انه الربح يطلع عالي فبروحوا بيختاروا الطريقه اللي بتضخم الربح عندهم، حتى الناس لما تطلع على الربح تشوفه اعلى او يعني قيمه عاليه فيستثمروا بالشركه. فاذا هون بيطلع معنا ربح اعلى من الافرج كوست. هلا الاوبريتنج اكسبنسز معطيني اياها من السؤال 2000 2000. طلع معي الانكم بيفور انكم تاكسز، طلع معي الدخل قبل الضريبه، قبل ضريبه الدخل 3300 2900. برضه لسه الربح عندي اعلى بالفايفو. اوكي، هلا لانه ربحي اعلى رح ندفع ضريبه اعلى. دائما اللي ربحه اعلى، اللي راتبه اعلى، اللي دخله اعلى بدفع ضريبه اكثر. فانا لما يكون ربحي هون 3300 وهون ربحي 2900 هون رح ادفع ضريبه اعلى، لانه هم بياخذوا الربح اللي هو هاد 3300 بضربوه بنسبه الضريبه اللي هي هون معطيني اياها انكم تاكس اكسبنس 30%. هون رح ادفع ضريبه 990، هون رح ادفع ضريبه 870. فإذا الشركة بهمها الضريبة أكثر من ما إنها تبين الربح تختار طريقة الأفرج كوست، لأنه الأفرج كوست بتنزل الربح بالتالي بدفع ضريبة أقل. هلأ هم بالنهاية يعني الطريقتين صح، ما في أي مشكلة فيهم، الاختلاف بينهم بسيط. بس لما تكون شركة كبيرة وأرقام عندها كتير يعني كبيرة، مش زي هاي الأرقام بالملايين عم نحكي أو أكثر من ملايين، بتفرق معنا. يعني ممكن يفرق معي بالضريبة بالمئات الألوف إني أنا أدفع ضريبة أقل، فممكن اختار طريقه الافرج كوست حتى ادفع ضريبه اقل لانها بتعطيني ربح اقل. اذا انا ما بتهمني الضريبه، بدي اهم شيء يطلع معي الربح عالي، بختار الفايفو. فعندنا النت انكم طلع هون 2310 بالفايفو، بالافرج كوست 2030 هون اعلى. هلا في عندنا ثلاث نقاط خلينا نعرفهم الفرق بين الطريقتين، او مش الفرق، ليش الشركات ممكن تختار هاي على هاي. ايش معطينا؟ in a period of inflation، في فترات التضخم. ايش يعني التضخم؟ الاسعار بتكون كتير غالية ومقارنة بالدخل الانكم تبع افراد المجتمع، يعني السعر بيكون كتير عالي، فبيكون في عنا تضخم، ايش اسمه؟ inflation. لما يكون في عنا inflation الفايفو produces a higher net income، الفايفو رح تعطينا ربح اعلى because the lower unit costs of the first units purchased are matched against revenues. ليش تعطيني ربح أعلى؟ الـ units اللي أنا اشتريتهم أقدم إشي وكان الكوست تبعهم أقل، يعني عادة إشي أنا شريته زمان رح تكون تكلفته أقل من الإشي اللي شريته جديد. اللي شريتهم زمان رح يعملوا matching مع revenues. ليش؟ لأنه إحنا إذا بتتذكروا لما نحسب الفايف وإيش بنعمل، بنروح بناخد أقدم units، أقدم يونتس أنا اشتريتهم. فأنا لما تكون الأسعار متضخمة وعم بتطلع كتير غالية وأنا أروح أحسب تكلفتي على أسعار قديمة، رح أصف يعني رح يكون أحسن لي، أو الفايف رح يعطيني ربح أعلى لأنه الأسعار مرتفعة فيها تضخم وأنا عم بحسب تكلفة الكوست أوف جود سولد على السعر القديم. فالمفروض أنه تطلع معي الكوست أوف جود سولد قليلة، بالتالي الريفينيو رح يطلع معي عالي. فهنا بالإنفليشن الفايفو أحسن. In a period of rising prices، مش إنفليشن ما في تضخم بس في عنا ارتفاع بالأسعار، بس بكون وضع طبيعي يعني مقارنة مع دخل الفرد ما في مشكلة.
FIFO reports a higher net income than average cost. نفس الإشي لما يكون في عنا rising prices الفايفو بتعطيني ربح أعلى لنفس السبب زي ما حكينا إنه الأسعار بتكون مرتفعة بس أنا لما عم بحسب الـ cost of goods sold عم بحسبها على اليونتس القديمة فبالتالي سعرهم بيكون أقل من الوقت الحالي فراح يطلع معي الـ cost of goods sold أقل بالتالي إذا الـ cost of goods sold أقل ربحي راح يكون أعلى. If prices are falling, إذا الأسعار عم تنزل, the results from the use of FIFO and average cost are reversed. رح تنعكس الآية, يعني رح يصير الـ average cost يعطيك ربح أعلى من الفايفو. لأنه بتصفي إنه الأسعار نازلة, بس أنا عم بحسب على الـ cost القديم اللي هي على units القديمة, رح تكون أغلى من هلأ, لأنه إحنا عم تنزل الأسعار, بس الـ units القديمة على سعرها. فرح يطلع معي الـ cost of goods sold عالي بالتالي ربحي أقل أما الـ average cost رح تحسب لك وسط فالوسط بيكون أنسب من ما أني أنا أحسب على الـ units القديمة هدول نعرفهم يعني هدول ممكن تنسألوا عنهم نظري الـ inflation والـ rising prices الـ FIFO أحسن رح تعطيني ربح أعلى الـ falling prices أسعار عم تنزل الـ average cost بيكون أحسن وزي ما حكينا مرات الشركات بترجع لهي خيارها يعني إذا الشركة بتحب إنه الربح يطلع عالي تختار فايفو إذا الشركة بتحب الضريبة تطلع أقل تختار الأفرش كوست أوكي. طيب في عنا إشي بدنا نحكي عنه إله علاقة بالإنفنتوري كمان اسمه lower of cost or net realizable value الاسم طويل شوي بس سهل جدا طريقة الحل نختصره LCNRV lower of cost الأقل بين التكلفة والnet realizable value إيش يعني net realizable value اللي هي NRV خلينا نحكي صافي القيمة ممكن نحكي المتحققة هلأ لما يكون في عندي بضاعة وأروح أشوف شو سعرها بالسوق أو شو بتنباع بالسوق هاي هي النت ريلايزبل فاليو يعني قديش صافي القيمة اللي رح تجيب لي إياها هاي البضاعة بتشبه الفير فاليو إذا بتذكروا حكينا قبل على الفير فاليو اللي هي القيمة العادلة إنه أنا بشوف قديش بضاعتي بتسوى بالسوق نفس الفكرة النت ريلايزبل فاليو قديش البضاعة بتجيب لي لو أنا أبيعها بالماركت الكوست قدي كلفتني هلأ هذا الإشي بنستخدمه للبضاعة اللي فيها تكنولوجيا عالية عادة زي التليفونات السمارت يعني التلفزيونات أجهزة الكهربائية الكمبيوترز أو اللابتوبس هاي الشغلات ما بقدر أعاملها زي أي نوع من البضاعة ليش؟ لأنه قيمتها بتتغير كتير بسرعة يعني ممكن أشتري تليفون بداية السنة بنص السنة يكون نزل نص سعره مش زي البضاعة العادية يعني بيكون النزول فيها كتير بطيء فهدول لازم أنا كشركة يعني نكون منطقيين شوي إنه أضل أتابع بسعرها شو عم بصير فيه ونعدل على قيمتها عنا يعني إذا سعرها عم بتغير بالسوق بدي أعدل فإحنا شو بنعمل؟ بنختار الأقل بين التكلفة وبين النت ريلايزبل فاليو يعني الشركات أو المحلات اللي عندها هاي الأجهزة أو هاي البضاعة كل ما تيجي بدها تحسب هاي البضاعة مثلا لما نيجي نعمل القوائم شو بنعمل بشوف الكوست تبعهم قديه كلفوني وبرضو بشوف قديش قيمتهم بالسوق بعمل مقارنة بين التنين وبختار الأقل بينهم عشان هيك حكينا lower of الأقل بين التكلفة والقيمة القابلة للتحقق النت ريلايزبل فاليو هاي القيمة الجديدة اللي هي الأقل بتصير قيمة البضاعة يعني بمحي القيمة القديمة وبحط القيمة الجديدة أوكي؟ خلينا نشوف كيف الحل عليها طبعاً نت ريلايزبل فاليو رح نعطيكم إياها جاهزة بالسؤال بس إحنا نختار الأقل مثلاً عندنا هون شركة عندهم هاي البضاعة فلات سكرين تي فيز تلفزيونات فلات سكرين ساتلايت راديوز راديو على الساتلايت دي في دي ريكوردرز ودي في ديز اليونت عندي من التلفزيونات 100 يونت الكوست بير يونت التلفزيون الواحد كلفني 600 الساتلايت راديوز عندي 500 يونت الراديو الواحد كلفني 90 الدي في دي ريكوردرز عندي 850
الريكوردر الواحد كلفني $50 وعندنا الدي في ديز 3000 واحد، الدي في دي الواحد كلفني 5. اوكي هلا منيجي منشوف قديش قيمتهم بالسوق، فطلعنا النت ريلايزبل فاليو بير يونت، يعني قديش القطعه الواحده بتنباع بالسوق. طلع معي التلفزيونات بتنباع بالوقت الحالي ب 550، انا اشتريتهم ب 600 بنباعوا ب 550. الراديو اشتريناه في 90 بنباع ب 104 اعلى. الريكوردرز اشتريتهم ب 50 بنباعوا ب 48. الدي في ديز اشتريناهم ب 5 بنباعوا ب 6. هلا شو رح نعمل على ال LCNRV؟ رح نختار الاقل. هلا السؤال يعني بحكي لكم احسب ال LCNRV كاختصار او calculate the lower of cost or net realizable value. فهي عندنا ال lower of cost or net realizable value، بنختار الاقل. هلا هون ايش الاقل؟ هي الاقل ال 550، هون الاقل ال 90، هون ال 48، وهون الخمسة. دائما نختار الاقل حتى ما نصير يعني نبالغ بالتقييم او ما احط قيمة اشي اعلى من قيمته، فبنختار دائما الاقل بينهم. هلا هون حاسبينها كتوتال، يعني ماخدين ال 550 ضرب ال 100 يونت 55000 قيمة التلفزيونات الجديدة، ال 90 ضرب ال 500 45000، ال 48 ضرب ال 850 40800، ال 5 ضرب ال 3000 15000. ولازم نجمعهم، التوتال انفنتوري عندي اياه 155800، التوتال كوست اوف انفنتوري 155800. سهل جدا، بس نختار الاقل بينهم. اذا كان بير يونت احسبوه كتوتال زي هون ضربنا باليونت. تمام، ان شاء الله المحاضرة الجاي بنخلص التشابتر اللي هو تشابتر 6، يعني ضلنا اشي بسيط جدا منه. يلا يعطيكم العافية.